اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي خلال الساعات الاخيره من خلال السوشيال ميديا النهارده هنستعرض حاجات مهمه جدا نازله في المواقع الرياضيه وصفحات التواصل الاجتماعي وابدا معاكم بحساب كوره بلس حساب كوره بلس كشف كواليس حديث سوارش مع لاعبي الاهلي قبل نهائي الكاس قالوا ان سوارش والكابتن سامي عبد الحفيظ كان في جلسه تحفيزيه للعيبه لرفع الضغوط عنهم بعد الخساره الاخيره امام بيراميدز سواريش طبقا لمصدر قال لكورا بلس قال للاعبت الاهلي ضروره الرد في الملعب امام الزمالك وتقديم مستوى مميز مثلما ظهر الفريق في لقاء فيوتشر في والفوز برباعيه. سواريش كمان اكد على ضروره تدارك الاخطاء الفنيه الكبيره التي وقع فيها اللاعبين خلال المباراه الماضيه ضد بيراميدز والعمل على تفاديها ضد الزمالك وطلب عبد الحفيظ اللاعبين بالتحلي بشخصيه الاهلي واسعاد الجماهير. ده الكلام اللي كنت بتكلم فيه في فقره ترند ترند خلق الدوافع تشيل الضغوط من عليك مباراة مهمة جاية في توقيت حساس بالنسبة لك فلازم تستغلها أفضل استغلال فبالتالي في أمور إيجابية كتير بالنسبة لك في لقاء الزمالك واتكلمت على دور الجمهور كمان أنه يشتغل على الحالة المعنوية وما يلعبش في فكرة أن الفرقة بتخسر فبالتالي الناس هتصدر لك دايما مشاكل وان انت عندك يعني مستوى هابط فبالتالي في افضليه للفريق المنافس الجمهور كمان دور مهم جدا في الفتره الحاليه من خلال بعض الاخبار والامور اللي بتنزل من خلال السوشيال ميديا طيب نروح كمان لحساب مبتدا وبيتكلموا على ان في اجراء من سوارش اليوم لمصالحه الجماهير الحساب الرسمي المبتدا على تويتر كتبوا ان اجراء سوارش اليوم لمصالحه الجماهير هو الدخول في معسكر مغلق اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراه الزمالك. المباراه يوم الخميس فكان متوقع ان يكون المعسكر قبل المباراه ب 24 ساعه، لكن سواريش بالاتفاق مع الاداره فكر ان لازم يدخل المعسكر قبلها ب 48 ساعه، وكان في اوقات على فكره برضه الاهلي كان ممكن يدخل المعسكر قبلها ب 72 ساعه، لكن مهم جدا المعسكر ده عشان الاهلي يدخل في كامل التركيز ويبتعد تماما عن السوشيال ميديا وما يكتب في السوشيال ميديا لفرض مزيد من التركيز على الفريق خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح كمان لحساب كوره 11 وبيتكلموا على تصحيح الاوضاع بالنسبه للفريق بعد مباراه بيراميدز. هنا كوره 11 من خلال حسابهم على تويتر قالوا ان سواريش بيرغب في تصحيح اوضاع مباراه بيراميدز وسواريش بيجهز اوراقه سريعا للضغط على الزمالك وهيجري ثلاث تعديلات على تشكيل الاهلي ابرزهم القناص، يعني بيقولوا ان سواريش وده طبعا يعني توقعات ينوي الدفع بياسر ابراهيم في خط الدفاع بدلا من ايمن اشرف. الاعتماد على محمد شريف سواء في مركز الجناح بدلا من صلاح محسن او حتى في مركز راس الحربه مكان حسام حسن لكن الاقرب ان هو وفقا للتدريبات ان يلعب في مركز الجناح بدلا من صلاح محسن يعني وجهه نظرهم ان بعد نتيجه مباراه بيراميدز والاداء اللي ظهر بيه الفريق اكيد سواريش مش هيلعب بنفس التكتيك اللي ظهر بيه الفريق في لقاء بيراميدز هل هيغير هل هيعمل تعديلات على التشكيله الاساسيه الله اعلم محدش عنده معلومه مؤكده هي كلها توقعات مش هقول مصادر لان المصادر بتبقى معلومات لكن هي كلها توقعات فبالتالي لسه في تدريب النهارده وتدريب بكره وبالتالي هنعرف ان شاء الله يوم الخميس قبل المباراه بساعه ونص التشكيل هيلعب بيه الاهلي مباراه الزمالك وايا كان ال 11 الاهم من الفنيات حاجتين انك تبقى نازل المباراه دي مركز بشكل كبير جدا وعندك روح عاليه جدا دول عنصرين مهمين جدا قبل الفنيات تركيز شديد وتبقى راجل جدا في الملعب وعندك روح عاليه جدا في الملعب دي اللي بتفرق في مباريات الكبيره او مباريات القمه بين الاهلي والزمالك الوطن الرياضي وحساب الوطن سبورت بيتكلموا على علي معلول بعد تراجع مستواه الاهلي يبحث عن بديل علي معلول بين صفوف بيراميدز وهنا بيتكلموا ان بعد تراجع مستوى علي معلول الاهلي بيبحث عن بديل والبديل هيكون من صفوف بيراميدز وبيتكلموا على اسم محمد حمدي اعتقد يعني يعني من الامور الادبيه او الامور اللي لها قيمه لمكانه واسم كبير للاعب زي علي معلول ما ينفعش يتقال عليه حتى لو في فتره معينه مستواه تراجع ان الأهل هيستغنى عنه يعني ده ما بيحصلش وده ما بيحصلش مع الاهلي على فكره يعني ده ما بيحصلش جوه الاهلي علي معلول على مدار اخر آه ست سنين عامل ارقام قياسيه يعني انا في حد مثلا في من تونس كان باعت لي احصائيه من حوالي 3 4 ايام لان الناس في تونس على فكره مستاءه جدا من حاله الهجوم اللي بيتعرض لها علي معلول مش هقول من جمهور الاهلي، من بعض اللجان اللي بتحاول تقلل من امكانيات وقدرات علي معلول، لان علي معلول عمل تاريخ مع الاهلي. علي معلول من اللعيبه اللي حفرت اسمها في الدوري المصري وعمل قيمه ومكانه للاعب التونسي في الدوري المصري. في انديه جابت لعيبه توانسه كتير كانت بتتمنى بس يكون عندها ربع روح وامكانيات علي معلول. في لعيبه توانسه لعبت في الدوري المصري مقدمتش اللي قدمه علي معلول. فعلي معلول من اللعيبه الكبيره اللي بتتقدر بشكل كويس جدا من جمهور الاهلي واعتقد الصوره اللي امبارح كلنا شفناها في التمرين كان رد الفعل على تويتر كان هاشتاج رقم واحد من جمهور الاهلي بالنسبه لعلي معلول دعم ومسانده لعلي معلول افضل لاعب محترف انتقل للدوري المصري خلال ال سنوات الاخيره. نتائج وارقام يعني نتائج وارقام عدد الارقام اللي حققها مع الاهلي مفيش لعيب اصلا في فرق منافسه سواء مصري او اجنبي قدر يحققها. انت طيب بتتكلم مثلا في اربع خمس سنين دوري، بنتكلم مثلا في اثنين دوري ابطال، اثنين كاس سوبر اثنين برونزيه. راجل لاعب مشوار طويل جدا، عمل اهداف مميزه وهو ظهير ايسر، احرز اهداف مميزه وهو اصلا لعيب ظهير ايسر. لعيب بيلعب بروح وبقلب امام حتى الفرق التونسيه. فده لعيب ترفعه فوق الراس، لو وقع منك فتره او هبط المستوى فتره ممكن تقول المستوى هبط خد بالك لازم نركز الفتره الجايه لكن ما توصلش المرحله ان احنا نقول بعد تراجع مستوى الاهلي يبحث عن بديل علي معلول علي معلول لسه مجدد وعلي معلول مستمر في الاهلي والموسم لسه في شهر ونص وان شاء الله نشوف مستوى مميز لعلي معلول اللي احنا عارفينه عنه كده يوم مباراه الخميس وباقي مباريات الدوري بس هي دي النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها ان في ناس دايما بتحاول تلعب في الحاجات الركاز الاساسيه اللي عندك تاريخك مشوارك مع الزمالك في مباراه الدوري والكاس مبارياتك معاه عامله ازاي يلعب في الامور المعنويه بالنسبه للجمهور وبالنسبه للعيبه الوطن الرياضي ايضا الوطن سبورت بيتكلم على ان لعيبه الاهلي بيطالبوا معلول باغلاق مباراه او ملف مباراه بيراميدز ده حصل ما بين كل اللعيبه في الاجتماع الاخير ان الكل يقفل مباراه بيراميدز بنتيجتها بالاداء بالمستوى ونركز في مباراه الزمالك باذن الله طيب نروح لحساب سبورت 360 مصريه بيتكلموا على تاريخ مواجهات القطبين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك في كاس مصر وكمان بيطرحوا سؤال توقعاتك للنتيجه يوم الخميس. طيب تاريخ مواجهه الاهلي والزمالك او مواجهات الاهلي والزمالك في الكاس. الاهلي فاز 11 مره الزمالك فاز 8 مرات الاهلي سجل 31 هدف والزمالك سجل في الاهلي 30 هدف. اذا في لقاء لقاءات الكاس رغم أنها مش كتير لكن برضو الاهلي بيتفوق بنسبه كبيره جدا على الزمالك في عدد مباريات الفوز ويمكن احنا حضرنا مباريات كثيره جدا انا فاكر في مباراه الاهلي لعب فيها نهائي الكاس بامير عبد الحميد وعدد من اللاعبين اللي كانوا مش بيشاركوا في الدوري بشكل اساسي وكسب الزمالك بتشكيلته الاساسيه أربعة 3 كلكم اكيد فاكرين المباراه دي الاهلي كان خلص الدوري وبيلعب الكاس وكان مريح يعني معظم اللعيبه الاساسيه اللي فازت بالدوري والاهلي قدر يكسب الزمالك أربعة 3 مباريات كتير حتى الكابتن حسام بدري كان بيكمل باقي الموسم مع الاهلي وكان مانويل جوزيه بياخد اجازه ويسافر وكان الاهلي ايضا بيكسب الزمالك مع فتح مبروك الاهلي كان بيكسب الزمالك بالناشئين بالناشئين مع الكابتن زيزو الاهلي كسب الزمالك في الامارات كان الزمالك فاز بالدوري وفاز بالكاس كلنا فاكرين اللقطه الشهيره للكابتن حسام غالي والكابتن رامي ربيعه لما راح للجمهور في استاد هزاع بن زايد وقال للجمهور ارفع راسك فوق ارفع راسك فوق هي المباريات دي لما بتيجي في التوقيت ده لازم تستغلها افضل استغلال انت في سنه خسران دوري وكاس وبتلعب الزمالك على كاس السوبر اللي كان ساعتها مديره الفني فيريرا المدير الفني الحالي للزمالك لكن قدرت تكسب الزمالك في الامارات وخدت منه كاس السوبر هي اللحظات دي والذكريات دي والتاريخ ده لازم تستحضره دايما عشان لما تيجي تلعب مع المنافس ما تبقاش انت نفسيا ومعنويا وفنيا اعلى منه على مدار التاريخ ويجي البعض يحاول يقلل منك او يلعب في الركائز دي فبالتالي تنزل انت نفسيا اقل من المنافس وانت اعلى منه في كل شيء، اللعيبه دي اللي كسبت الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا، وساعتها النهائي ده كان على كل البطولات اللي فاتت، ما كانش بطوله التاسعه بس، كانت التاسعه والكلام على تاريخ الاهلي والزمالك في افريقيا، والاهلي اذكر واثبت انه رقم واحد في افريقيا. نروح للمصري الرياضي واخر حاجه بيتكلموا على حفل جوائز الكاف. يعني الاتحاد الافريقي لما يعمل حفله عن الافضل في 2022. مين من الفرق المنافسه موجود من اللعيبه المصريه في هذه الجوائز او هؤلاء المسابقه اللي في الاتحاد الافريقي افضل مدرب افضل لاعب داخل افريقيا افضل لاعب افريقي بيلعب في افريقيا مين كلهم من لعيبه النادي الاهلي او حتى مدرب النادي الاهلي السابق بيتسو موسيماني المصري الرياضي ان بيتكلموا عن في خماس الاهلي هيغيبوا عن حفل جوائز الكاف بسبب قمه الخميس وبيتكلموا عن الخماسي شريف معلول الشناوي اليو ديانج بيرسي تاو هيغيبوا عن حفل جواز الكاف بسبب قمه الخميس. كنا عارفين ان الحفل يوم الخميس وفي نفس اليوم مباراه وقمه ما بين الاهلي والزمالك وكلنا عارفين كمان ان الاهلي اعلن ان المهندس خالد مرتجي امين صندوق مجلس الاداره هيسافر الى المغرب لحضور الحفل ممثلا عن النادي الاهلي. عايز ااكد على عن...